ازيكم؟ انا مورو. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش السبسكرايب واللايك. بشكر جدا اصدقائنا الحلوين على تعليقاتهم الجميلة، جيهانا وكمان صديقتنا فاطمة وكمان رحمة الاطفال، شكرا جدا ليكو. هنكمل النهاردة طبخاتنا الجميلة جدا للتيك توك، والنهاردة معانا اكتر طبخات مشهورة جدا وسريعة. معانا اول حاجة كيكة الاوريو. باخد 4 حبات من الاوريو بحطهم في المك، وبعد كده بزود عليهم لبن، بس تكون كمية اللبن اقل من كده علشان يطلع معايا القوام زي الكيكة. بفضل افتت فيهم كويس جدا لحد ما يكون بالنهاية الشكل كده، وادخلها الميكروويف لمدة ثواني بس كده. شايفين طلعت شكلها جميل جدا، واخده شكل الكيكة فعلا. وكمان لما دقتها الطعم كان صدمة ولذيذ جدا جدا. انا مش من محبي ان انا اكل الاوريو كده سادة، لكن حبيته جدا بالطريقة دي، وكمان كان فيه سوفليه كان رائع جدا، فبعطيه 10 من 10. تاني وصفة معانا هي وصفة سريعة جدا وسهلة جدا، بالبيض والتوست بس كده. اول حاجة بجيب بدهن الصينية عندي بأي مادة دهنية، وبحط عليها البيضتين، وبعد كده بحط التوست وبقلب التوست على الناحية التانية، بيكون خد البيض. وتيجي اللحظة الحاسمة للقلب، كده عرفت اقلبها، وبحط جبن شيدر واللانشون وبقلب الاطراف وبقفله كده بالشكل الجميل ده وبقسمه. شايفين شكل الجبنة هيطالع شكله ازاي؟ روعة روعة. انا اعتمدتها وبديها 10 من 10.